السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. اللاعب سعيد بن رحمه اللي تكلمنا عليه ويعني في فيديو قصير ما عطيناش حقه نظرا ليوم حافل بالمقابلات الدوريات المختلفه سواء في انجلترا، فرنسا، اسبانيا، يعني ما عطيناش حقه خاصه بعد مقابله رياض محرز ضد نادي توتنهام. اللاعب سعيد بن رحمه يعني وجهت له اشاده كبيره وتلقى اشاده كبيره سواء من مشجعين، من الاعلام، من الصحافه الانجليزيه او من حتى لاعبين دوليين انجليزيين سابقين وعندهم قيمه كبيره في انجلترا اثنوا على اللاعب سعيد بن رحمه. اذا نبداو خطوه بخطوه. أول صحيفة كبيرة إنجليزية معروفة The Guardian ماذا قالت عن سعيد بن رحمة؟ The Guardian ذكرت أنطونيو وبن رحمة يقودان ويست هام للفوز على نيوكاسل. The Guardian ذكرت أنه أنطونيو وبن رحمة يقودان ويست هام للفوز على نيوكاسل. أيضا The Sun الصحيفة الإنجليزية مطارق سعيدة يعني على ويست هام، نيوكاسل 2 ويست هام 4، أنطونيو بن رحمة يلهمان هامرز للعودة المذهلة لاقتناص النقاط بعد الإثارة. أيضا صحيفة الديلي ميل أعطت تنقيط لبعض لاعبي ويست هام من بينهم سعيد بن رحمة، أعطته علامة 8 الاستجابة المثالية لطلب مويس لبدء التسليم عندما يتعلق الأمر بالمنتج النهائي، عمل بجد لتحقيق الأشياء وحصل على هدف ومساعدة، يعني قدم هدف وأسيست. صحيفة ذبوت روم، صحيفة ذبوت روم الإنجليزية، جماهير ويست هام تتفاعل عندما يلعب سعيد بن رحمة دور البطولة ضد نيوكاسل، يعني تفاعلت مع أداء سعيد بن رحمة. تكلم بإسهاب على اللاعب سعيد بن رحمة. انضم اللاعب البالغ من عمر 26 عام إلى الهامرز في صفقة إعارة أولية من برينتفورد في أكتوبر من العام الماضي، ثم أصبحت حركة دائمة يعني بعد في يناير يعني بصفة نهائية. مشجعو ويست هام يهتفون بشأن بن رحمة بعد يعني اللاعب اللي اشتروه ب 20 مليون جنيه استرليني، كلف يعني الهامرز 20 مليون جنيه استرليني، وعلى هذا الاداء يبدو ان سرقه حقيقيه. التحدي الان بالنسبه للاعب هو التاكد من قدرته على اعاده انتاج هذا المستوى من العرض باستمرار، يعني اكدوا على استمراريه في هذا المردود لسعيد بن رحمه في قادم المقابلات. يامل وسام ان تتمكن حيله ونقراته من رؤيه فريق هامرز يستمتع بحمله قويه اخرى، وكانت هذه بدايه رائعه. يهضروا على مقابله نتاع نيوكاسل، يعني كانت يعني انطلاقه قويه للهامرز، يعني عندهم سنوات وما فازوش خارج ديارهم خاصة في انطلاق الدوري الإنجليزي برباعية كاملة. تم التعاقد مع بن رحمة كلاعب يحمل الكثير من الوعود، تمكن من تسجيل هدف وتمريرة حاسمة ضد فريق يعني نيوكاسل، وقدم عرض يشير إلى أنه يمكنه الاستمتاع موسم رائع. بعض الجماهير اللي أثنت على سعيد بن رحمة، look at بن رحمة in all the space، يعني انظر إلى بن رحمة في كل الأماكن أو كل الفضاءات. أيضا صحيفة The Daily Mail يبدو أن بن رحمة جاهز لملء الفراغ الذي تركه جيسي لانغارد. هامرز نيوز تكلمت آلان شيرر لاعب الدوري الإنجليزي السابق ولاعب نيوكاسل، نجم نيوكاسل ومن أحسن المهاجمين في المنتخب الإنجليزي سابقا. آلان شيرر يتحدث عن لاعب ويست هام الرائع بعد الفوز 4-2 على نيوكاسل. أشاد آلان شيرر بابن رحمة على تويتر بعد فوز ويست هام نيوكاسل 4-2 ظهر اليوم. آلان شيرر أبدأ إعجابه شيء بسعيد بن رحمة. إذا حافظ بن رحمة على هذا الشكل يعني على هذا المستوى فيمكنه أن يكون لاعبا متميزا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. يبدو أن الجزائري قد فاز أخيرا على دافيد مويس، مهاراته مذهلة أمر مفروغ منه، يعني هنا بعد ما رفع يعني التحدي ضد المدرب نتاعو اللي كان مهمشو بالموسم اللي فات، والموسم اللي فات كان أيضا مش يلعب فيه في المنصب نتاعو كما تكلمنا سابقا وتكلمنا لها اليوم، لاحظ أنه راح يلعب كصانع ألعاب أو
كتسعة ونص كما نقولوا. الطريقة هذه سعيد بن رحمة ما يبانش فيها، لكن نعرف ممكن غير المكان تاعو مع فورنانس لأنه هو المكان المناسب ليه هو مكان فورنانس. إذا نشوفوا اليوم مقابلة إن شاء الله يتألق فيها سعيد بن رحمة، رغم أني عندي شوية تحفظ على الطريقة ولا تموقع سعيد بن رحمة ولا في الخطة اللي يلعب فيها دافيد مويز بأنه سعيد بن رحمة كصانع العاب. وحتى سعيد بن رحمة في الشوط الأول ما بانش يعني كما الشوط الثاني نظرا للمنصب اللي كما تكلمت، يعني تغيير المنصب أدى إلى يعني لعب سعيد بن رحمة بأريحية، لكن العمل الذي قام به اليوم كان مثير للإعجاب أيضا صراحة، خاصة في الشوط الثاني لعب دار مقابلة كبيرة سعيد بن رحمة، ولولا الإصابة كان قادر يزيد يكمل بعض الدقائق الأخيرة. قدم رجل برنتفورد السابق يعني اللاعب السابق لبرنتفورد عرضا متلألئا في ملعب سانت جيمس بارك ضد نيوكاسل بعد ظهر اليوم. كان بكل بساطة شديد الحرارة يعني لاغرينتا، بحيث لا يمكن التعامل معه في بعض الأحيان، يعني كان في بعض اللقطات كان صعيب باش يقارديوه أو ينحفوا كل البالون للجوار نتاعه ولا اللاعبين نتاع نيوكاسل. التويتر نتاع آلان شيرير في عنوانه أحسنت وست هام، أحسنت وست هام صعدت السرعة في الشوط الثاني بعد أن أعطيت قلما مشكوكا فيه جدا. بن رحمة رائع اليوم حقيقة، بن رحمة دير جرون 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 ماتش اليوم، وصراحة مازال يقدر يزيد يقدم أكثر وأكثر نظرا لتطور المستوى ويعني تعود مع المجموعة لعب على المجموعة، أيضا أنهم يعني يقدر يكون بديل للينغارد اللي مازال لحد ساعة مساعي وصعب أنه تستقطب اللاعب هذا لاعب مانشستر يونايتد، رغم أنه بالرحمة إذا بقى في واصل في هذا المستوى راح يدسيهم في لينغارد، لأنه صراحة سعيد بالرحمة لو يوظف أحسن توظيف خاصة في المنصب بتاعه راح يخرج منه يعني مستوى كبير، وإن شاء الله يروح يزيد يتقدم شيئا فشيئا ويكون إن شاء الله هو والمستوى بتاعه يسمح له يلعب في الأماكن المتقدمة في الدوري الإنجليزي. إذن هذه كانت بعض الحوصلة من بعض وسائل الإعلام الإنجليزية وبعض المحبين لنادي ويست هام اللي تكلموا على سعيد بن رحمة، وأيضا لاعب الدولي الإنجليزي السابق آلان شيرر مهاجم نيوكاسل والمنتخب الإنجليزي. إذن بالتوفيق لسعيد بن رحمة في قادم المقابلات. في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.